ضيفتنا اليوم بفقرة بيناتنا هي من نجوم ستار أكاديمي 6، صبية حلوة وناعمة لفتت الأنظار من أول ما طلعت على المسرح بأدائها وحضورها المميز وبموهبتها اللي نالت أعجاب مش بس الجمهور العربي إنما كمان أحد أبرز منتجي الموسيقى بالمنطقة. مؤخرا أطلعت أول أغنية خاصة لها بالأسواق، أغنية بتبرز أسلوبها الخاص اللي بيجمع بين الشرق والغرب، وهي اليوم موجودة معنا باستوديو حتى تخبرنا عن المشاريع اللي عم بتحضرها أكيد على طريق النجومية. لارا اسكندر، أهلا وسهلا فيك. هاي. لارا، الجمهور ونحن تعرفنا عليك ببرنامج ستار أكاديمي 6، أنت كنت الصبية القريبة من الكل، المحبوبة من الكل، ولكن كان عندك مشكلة باللغة العربية إنما أبدعتي بالغناء باللغة الإنجليزية. قبل ما شفناك على مسرح ستار أكاديمي، كيف كانت تغني لارا؟ كنت تدرسي موسيقى أو كانت موهبة حبوا ينموها فيكي؟ لا، أنا طول عمري مش بدرس موسيقى، بس طول عمري بحب المزيكا، عشان من أنا صغيرة بابايا كان طول الوقت بيغني لي، ويعني كبرت في بيت كل حد بيحب الفن والمزيكا، فبقت something انه متعود عليها. بس فلما دخلت ستار اكاديمي كان يعني اول مره في حياتي ممكن فعلا اوري للناس like my talent what I like. موهبتك. Exactly. يعني الموهبة كانت موجودة من عمر صغير. بعمر الأربع سنين لارا بلشت ترقص وتغني. Exactly. بعمر 11 سنة بلشت تكتب أغاني. وبس يعني بنت صغيرة عمر 11 سنة، عن شو بتكتب أغاني؟ شو المواضيع اللي بتختاريها؟ بتتذكري؟ يعني البنت عندها 11 سنة كان عندي imagination كبيرة قوي، يعني اتصرفت في الأغاني. تتذكري لارا أول أغنية كتبتيها وسجلتيها بعمر 13 سنة؟ كانت اسمها You Played Me. عن شو كانت هالأغنية؟ اسمها You Played Me، فكانت على لا بتقولي لحدا You Played Me شو يعني؟ إنه يعني واحدة كانت بتحب واحد وهو يعني ما كانش خدعة أو خانة أو ما كانش يعني ما كانش صريح قوي معاها وكده، وصحابها كانوا بيقولوا لها إنه هو مش كويس، بس هي بكتر ما كانت بتحبه ما كانتش مصدقة يعني. حلو. يعني الواحدة عندها 13 سنة الماجينيشن كان كبير شوية. الحب الأول إذا بدك يعني. لارا، انت ربيتي بجو موسيقي قلتي لنا، ربيتي بمصر، امك نجله موجوده معنا ونوجه لها تحيه لبنانيه، بيك من اصل مصري وايطالي، ربيتي بمصر، هل حدا بالبيت عندكم عنده صوت حلو؟ بابايا بغني؟ وجدي، يعني من ناحيه بابايا هو وجدي بيغنوا. عم بيحضرك هلا والدك؟ عم بيحترق اكيد. بنوجه له تحيه كمان. كنت من اصغر المشتركين ببرنامج ستار اكاديمي، قد ايه كان عمرك وكيف اجت الفرصه لارا؟ كان عندي 18 سنه لما دخلت ستار اكاديمي، بس لما عملت اول كاستنج كان عندي 17 سنه، كنت لسه متخرجه من الاكاديمي، ومن مش من الاكاديمي، من المدرسه، من هاي سكول. اكزاكتلي. وطول عمري كنت بتفرج على ستار اكاديمي، و كل سنة كنت بقول لأهلي هدخل. بس هذا السؤال التالي، يعني أنت وصغيرة كنت تحضري البرنامج وتقولي كل ما تشوفيه أنا بس أكبر بدي أشترك؟ أيوة. بس يعني حطيتي هدف براسك؟ أيوة. بس المشكلة الوحيدة أنه كان ستار أكاديمي في الأول ما كانوش بيقبلوا حد بيغني أجنبي إلا باللغة العربية. Exactly. لو كانوا بيغنوا أجنبي كان لازم كمان يغنوا عربي. وبعدين بعد the fifth season اللي كسب نادر اللي كسب كان بيغني English وFrench بس أجنبي بس، فكنت لسه متخرجة من المدرسة. وقلت نادر أخذ اللقب. Exactly. سنة 2005. It gave me شوية inspiration كده، تشجعت شوية. هالشي كان دافع لإلك حتى تشتركي؟ ما عشان كان يعني أول كان هو يعني الوحيد اللي كان فعلا مش بيغني عربي ودخل، ومش بس دخل وكسب كمان. نعم. فعشاني كانت بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، فدخلت. اشتراكك ببرنامج ستار أكاديمي، أهلك كان كتير متحمسين لهالموضوع، حسيتي حالك أنه عم تحققي حلم للعائلة بمشاركتك؟ يعني أنا طول عمري أهلي فعلا، أنا وأختي مهما عملنا يعني هبة طول عمرهم فخورين بينا أو they support us كمان. فأكيد يعني بابايا كان بيحب الغناء قوي، فأكيد كان يمكن هو يعني أكتر واحد مبسوط لما بيشوفني on stage وبغني وبرقص وبعمل كل حاجة. فيمكن شوية. شو كانت أجمل لحظات بالأكاديمية؟